تذكر يا أخي يوم التنادي، وتب قبل الرحيل إلى المعادي، فأخرج كل حقدك من جنان، وزك النفس من سم العناد، وخف قهر المهيمن عند ذنب، وقف ثم انتهج سبل الرشاد. وأقسم أنني يا ابن الكرام لقد أرسلت من رب العباد، وقد أعطيت علما بعد علم، وكأسا بعد كأس من جوادي، وحبي في كل حين يجتبيني ويدنيني ويعطيني مرادي. فما أشقى بلعان اللاعنين وصدقي سوف يذكر في البلاد، وكأس قد شربنا في وهاد، وأخرى نشربا فوق المصاد. ولست أخاف من موتي وقتلي إذا ما كان موتي في الجهاد، وآثرنا الحبيب على حياة، وقمنا للشهادة بالعتاد. وما الخسران في موت بتقوى، وخسر المرء في سبل الفساد. وإني قد خرجت إلى ذكاء، ففارت عين نور من فؤادي. بحمد الله بحمد الله، إن الحب معنا وما يرمي متاعي بالكساد. ويدنيني بحضرته بلطف، ويسقيني مدام الاتحاد. وإن هداية الفرقان ديني، وأدعوكم إلى نهج السداد. فقم إن شئت كالأحباب طوعا، وإما شئت فاجلس في الأعادي. وقد بار العدو بعزم حرب، وبارزنا فيا قومي بدادي. وكان نصيحة لله فرضي،
فقد بلغت فرضي بالوداد، وكان نصيحة لله فرضي، فقد بلغت فرضي بالوداد.